وللمزيد حول هذه العملية معنا موفدنا إلى جماعة آيت وفق دائرة تفرورت عبد المولى بوخريس. عبد المولى أهلا بك، وأبدأ معك، أنت الآن في دائرة أو جماعة آيت وفق، حدثنا أين وصلت جهود السلطات المختصة لإعادة ربط الشبكات، شبكة الطرق وشبكات الماء والكهرباء والاتصالات، أين تتواجد أنت الآن؟ مرحبا لينا، مرحبا مشاهدينا الكرام. إذا كما أشرت نتواجد بالجماعة الترابية أيت وافقة دائرة فراوت إقليم تيزنيت، وهي من الجماعات المتضررة بالمياه الطوفانية التي عرفتها المنطقة قبل 4 أيام. هذه الجماعة التي تتوفر على 18 دوارا تضررت جراء هذه الفيضانات، تمثلت الخسائر طبعا في خسائر مادية وأيضا بشرية، سيارة كانت قد جرفتها المياه وكانت يعني تحمل على متنها 4 أشخاص، تم إنقاذ 2، فيما تم العثور على 2 الباقيين جثة هامدة في الأيام أو في اليوم الأول الذي تلا هذه الفيضانات. إذن الجهود هنا على قدم وساق من أجل إعادة الحياة على وتيرتها اليومية. تشاهدون هناك مجموعة من الجرافات التي تحاول إعادة الحياة إلى المسالك الطرقية، وكذلك تحاول إعادة الربط بالمياه، سواء إعادة قنوات طبعا المخصصة لسقي المناطق هنا، وأيضا مياه الشرب، بالإضافة طبعا إلى تسهيل حركة المرور إلى الدواوير هناك في المنحدرات، وكذلك هناك في قمم الجبال والتي تمر من هنا. إذن هذه الأعمال متواصلة طبعا في مجمل المناطق المتضررة من الفيضانات، طبعا هناك في دوار إغيل وأيضا في دوار ووغردة الأكثر تضررا، والذي يوم أمس تم انتشال جثة في دوار تامسولت، هذا الدوار الذي يبعد عن دوار ووغردة بعشرات الكيلومترات. حاليا هناك 3 جثث ما زالت متبقية، يتم العمل من قبل فرق متنقلة تابعة للقوات المسلحة الملكية، وحدة الإغاثة والإنقاذ وأيضا الدرك الملكي وكذلك الوقاية المدنية. تعبأت مجموعة من الفرق من المشاة التي تجوب جنبات الوديان بحثا عن الجثث 3 التي ما زال البحث جاريا بشأنها على مسار عدد كبير من الكيلومترات. كما قلت بأنه تم أيضا تجهيز مجموعة من الفرق التي تعتمد آليات متطورة من أجل يعني فحص وتشخيص الركام هناك، وبالتالي تم التأكد بصفة كبيرة بأنه لم تعد تتواجد أي من الجثث تحت الأركام التي خلفتها الفيضانات، فيما يتم الاعتماد على طائرات الدرون من أجل يعني تشخيص وكذلك من أجل فحص جنبات المناطق المجاورة على بعد كيلومترات عديدة من أجل التأكد، لأن التحدي اليوم بالإضافة طبعا إلى إعادة الوتيرة الطبيعية للحياة في المناطق المتضررة وإيجاد الجثث 3 ولو على مسافة بعيدة من المناطق التي عرفت هذه الفيضانات. كما تم الاعتماد أيضا مجموعة من البرك الكبيرة التي ترتبت عن الفيضانات، تم الاستعانة بفرق من الغواصين الذين مدربين على مثل هذه الحالات، حالة الإنقاذ، من أجل البحث في أعماق هذه طبعا هذه البرك، والتي أفضت كما قلت إلى إيجاد جثة سيدة في جماعة في دوار تامسولت بعيدا عن دوار ووغردة. قوافل المساعدات أيضا ما زالت تفد إلى دوار ووغردة وكذلك دوار إيجيل المتضررين من هذه الفيضانات، بحيث أن المواطنين نالوا كفايتهم وأزيد من المساعدات وكذلك من الأغذية. والعمل حاليا التحدي الأكبر هو إزالة كل العوائق التي يعني ذهبت بها الفيضانات في الطريق، الطرقات التي ذهبت بها الفيضانات، المياه الجارفة، وكذلك إعادة إقامة القناطر التي تشكل طبعا شريان الحياة والربط بين مجموعة من الدواوير المتضررة جراء هذه الفيضانات. كذلك العمل على إعادة شبكة الربط بالكهرباء، وذلك ما تم في الساعات التي تلت هذه الفاجعة، بالإضافة إلى الربط بشبكة الأنترنت والاتصالات، من أجل تسهيل كذلك عمل فرق الإنقاذ لتبادل المعلومة بشكل آني فيما بينها بخصوص عمليات البحث التي كما قلت تشارك فيها مجموعة من الأجهزة وتتواصل على مدار ساعة ليلة نهار حتى الوصول إلى الجثث 3 المتبقية. بالعودة إلى هذه الجماعة، جماعة أيت وقفة كما قلت، والتي
يعني ميزتها أنها تمر الدواوير كلها 18 المشكلة لها هي منتصبة على جنبات الوادي، وبالتالي في هذه الفيضانات وهذه المياه الجارفة التي أتت ذهبت بكثير من المنازل، فيما منازل أخرى تضررت بشكل جزئي. كذلك هذه القناطر كما تشاهدون تعمل هذه الجرافات على إعادتها ويعني ضمان هذه السيولة طبعا حتى تعود الحياة رويدا رويدا إلى وتيرتها الطبيعية، وتغلب الساكنة على هذه الكابوس المزعج الذي طبعا ضرب المنطقة ولم يكن لهم سابق عهد به في السنوات الماضية. نعم عبد المولى. عبد المولى بوخريس موفدنا إلى جماعة آيت وافقة، شكرا جزيلا لك.